حقق المنتخب الإنجليزي فوزا معنويا على ضيفه الفرنسي بهدفين نظيفين في مباراة ودية أقيمت على ملعب ويمبلي استعدادا لبطولة أمم أوروبا 2016. وحملت أهداف الأسود الثلاثة توقيع كل من دالي آلي نجم توتنهام هوتسبير الشاب وقائد المنتخب ونادي مانشستر يونايتد وين روني. لقد كانت مباراة رائعة، لعبنا بشكل جيد واستحقينا الانتصار. أتمنى أن نواصل على هذا المنوال وأن نكون بأتم الجاهزية قبيل انطلاق العرس الأوروبي.